ان شاء الله النهارده اقول لك طريقتي في تخزين المانجا بطريقه رب تعجبك ان شاء الله. المانجا لو انت جايبه كميه ما شاء الله يعني، ولقيت منها مستوي ومنها جامد ومنها اخضر، الاخضر ده تركنيه ما تخزنهوش وهي خضره كده، اركنيها في كرتونه في مكان ضلمه مثلا زي تحت السرير، وكل فترة بقلبيها يعني، مرة تكوني سايباها كده، مرة تانية تقومي قلبها على الناحية التانية، يعني كل يوم بقلبيها لحد ما تلاقيها استوت معاكي بقت جميلة ما شاء الله زي دي. طيب انا هنا عندي طريقتين لتخزين المانجا. اول طريقة ان انا بجيبها بغسلها واقوم جايبها في كيس التخزين اللي هو كيس عادي خالص، وزي ما هي كده بحط كل واحدة في كيس. الطريقة دي جميلة وبتقعد معاكي ايه وقت طويل جدا، وتبقي عارفة يعني، عارفة كمان يعني اهي مانجا معروف من غير ما تكتبي ورقة تكت عليها اسم ان دي ايه اللي جوه الكيس يعني. ولما تيجي بقى تستعمليها تقومي جاية مطلعة من الفريزر، تبقى تفك شوية وتقشريها، تحس انها بتقشر معاكي زي الايس كريم بالظبط. طيب ايه عيب الطريقه دي؟ عيب الطريقه دي انها بتشغل مكان معايا في الفريزر. طيب الطريقه التانية بقى بايه بتحل المشكله دي، بس هتاخد معاك وقت شويه. طيب ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية ان انا هجيبها معايا كده اهو واقشرها عادي، تقشرها بسكينه او تقشرها بايدك اهو اهو، انا هشيل القشره بس وشايفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقومي مطلعة اللحم اللي فيها، مطلعة اللحم اللي فيها كده معاكي في طبق ولا حاجة، عايزة تقشري القشرة بالسكينة ماشي، انا بس بوريكي انا بالنسبة لي انا بعمل ايه اهو. هتقوم بقى مطلع اللحم بتاعها عادي اهو بعد ما تقشرها بالسكينة. بص بقى انا عملت اهو. والطريقة دي برضو لها ميزة، الطريقة دي ميزتها انك بتطلعها من الفريزر تضربها على طول لان النقع مش موجود فيها يعني. بقوم جايبة كيس معايا كده زي ما انت شايفة، وقوم جاية حاطة الكمية المناسبة معايا، انت بتبقى عارفه بقى مقدارك. ولو ولادك مثلا بيحبوا ايس كريم سيبها تجمد شويه وبعد كده بياكلوها بالمعلقه، هتبقى جميله برضه ومغذيه وفايده كلها. اتمنى اكون فدتك وقدمت لك محتوى نافع، وان شاء الله هعمل الكميه الباقيه بنفس الطريقه، بس انا هكتر من الطريقه دي عشان ما عنديش مشكله يعني، ان ايه انا جربتها قبل كده وبتبقى سهله معايا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.